تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل صينية سمك قشر بياض بالبطاطس واحنا مع بعض كده واحدة واحدة. معانا سمك فيليه قشر بياض، معانا بطاطس متقطعة مكعبات، ومعانا كاسرولة ازاز بايركس يسمح بدخولها الفرن. حلو الكلام؟ المقادير على الشاشة، ولا نشوف الكابوريا، ولا نشوف الكشك. الصورة الحلوة دائما وابدا تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الأولى. تعالوا نعملها مع بعض سريعا كده في التايم اللي بقى عندنا. طاسة على النار ونهدى عليها كده لما تسخن شوية. المقادير على الشاشة: بطاطس متقطعة شرايح، سمك فيليه قشر بياض، تومة وبصلة، كريمة لباني معايا، شوية كرفس محترمين. حلو الكلام؟ واحنا شغالين مع بعض ازاي نتعلم نعمل صينية بطاطس بيضة. في محلات السمك يقول لك عايزاها حمراء ولا بيضة؟ احنا عايزينها بيضة، يعني بالكريمة اللباني. تعالوا نعملها مع بعض سريعا. حلو قوي. البطاطس جاهزة اهيت، والسمك جاهز معانا. هناخد السمك زي ما هو كده، مش هتبله ولا اجي جنبه، زي ما هو كده، زي ما انا ما جبته من عند الايه؟ اخواننا السمكين. واخد البطاطس دي كده. حلوه الصوره كده مخرجنا حبيبي. الله، ني في ني. غني لها بقى ني في ني. درجه حراره الفرن عندك كام؟ 180. قابلني وانا ماشي في الطريق عود روزماري محترم او زعتر محترم. وانا شغال كده، التركية في الخلطة اللي عاملها دلوقتي اللي هتنزل على وش السمك والبطاطس تبين شخصيتهم. حلو الكلام؟ زي الفل. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ الزعتر ده يتحط هنا ونشيل كل حاجه دي من هنا، لا السمكه دي لازم. حلو الكلام. والقرن الفلفل ده انا عايزه، ونشيل كل حاجه من هنا. وتعالوا نشوف ازاي نقفل الصينيه دي مع بعض. نعم والله الساده المشاهدين اتعودوا مني الصراحه والمصداقيه اللي بنشوفها دايما على شاشه القناه الاولى التلفزيون المصري. الصينيه دي عشان تستوي محتاجه من الطايم تقريبا مش اقل من نص ساعه. للامانه انا هعمل التركايه وهندخلها مع بعض الفرن. خلصت التايم بتاعنا وخلصت الحلقه، اهم حاجه ان احنا كده فهمنا الدنيا ماشيه ازاي. حلو الكلام. واحنا مع بعض كده باخد الفلفل الحار ده كده، دي خلانا كده، واجيب سكينه، والطاسه هنا شديده الحراره عايزه تسخن اهو. حلو، بحب انا الفلفل الحار ده مع السي فود. طاسة اخبارها ايه؟ سخنت معايا، بحط فيها شوية زيت صغيرين، ومع الزيت ده ممكن مكعب زبدة عشان الكريمة اللباني بتحب الزبدة. زي الفل. اخبار النار ايه؟ زي الفل تمام اهو. انزل بفص توم محترم، وحذار ان التوم ياخد لون مع الكريمة اللباني كده، انت بتبوظ الطبخه، خلي بالك. ننزل بالكرفس البلدي بتاعنا، نقلبهم مع بعض. ده كرفس وتوم وزبده، كرفس وتوم وزبده، قولوا ورايا، كرفس وتوم وزبده. ونقلب. الاكله دي مش عايزه توابل غير شويه ملح وشويه فلفل. عينيا وانا مخلص زي الفل، ملح وفلفل. ونقلب دول مع بعض. فاكرين ولا ناسيين شوية البهريز بتوع الكابوريا اللي أنا كنت متبل فيهم الكابوريا؟ معايا منهم شوية أهم، عايزهم دول. الله، زي الفل. وعندي كريمة لباني، اللهم صل على النبي. شفتوا الخلطة دي بقى؟ تاني أقول الخلطة دي عشان الفرص ما بتتعوضش. للأمانة عايزة تعملي صينية سمك بولتي فيليه، صينية سمك فيليه قشر بياض، فيليه وقار، فيليه هامور، فيليه
لوت اي انواع الفيليه اللي موجوده عندك اللي ما فيهوش لا شوك ولا حسك، الحسك اللي هو الشوك والشوك اللي هو الحسك. حلو الكلام. لازم ترصيها بالشكل ده كده ني في ني. انا حطيت كل حاجه مع بعضيها، خلي بالك، واحد بطاطس وواحد سمك، وفي الاخر حطيت طاسه على النار حطيت فيها معلقه زيت زيتون مع مكعبين من الزبده، وحطيت التومه مع شويه الكرفس البلدي او كزبره خضراء لو ما عندكيش كرفس. قلبتهم على النار ما خدوش لون، اشوحهم على النار، نزلت بالبهارات بتاعتي ملح وفلفل وبس. عندك بشره جوز الطيب اهلا وسهلا. سيبناهم على النار، بعدين نزلنا بالكريمه اللباني وشويه شوربه سمك عندك او ميه مغليه على النار، مفيش اي مشكله. هشوف الصوص اللي جنبي ده كده او الخلطه اللي معايا دي كده، تاخد بس غلوه للامانه. هي التركايه يعني. ناخد الخليط ده عم الشيف زي ما هو كده. المصداقيه والشفافيه شعارنا على شاشه القناه الاولى. هاخد الخليط ده زي ما هو كده وانزل بيه على وش السمك. طب عايزه طيب قد ايه يا شيف؟ دي عايزه 30 دقيقه في قلب الفرن. الله، برضو نازل يتناغم شكل انسيابي الكريمه لباني. دي على فين يا عم الشيف؟ على الفرن. طب هندخلها الفرن؟ لا. ليه يا عم الشيف؟ عشان نشوف مع بعض الشيف البغازه قال ايه. قال لك المصداقيه والشفافيه شعارنا. دي تخش الفرن عايز لها في التايم بالظبط 30 دقيقه، واحنا وقتنا خلص بتاع البرنامج. حلو الكلام. ولازم نسمع كلام المخرج. صينيه سمك بالبطاطس اتعملت بتكنيك عالي من الخبره.